هذا الصندوق للفقراء والمحتاجين هو اللي أنشأه مالك، وإن شاء الله حيضل إن شاء الله مستمر، يعني للفقراء وللمحتاجين إن شاء الله. قد عشت عمرك ثائرا تأبى المهابة والركوع. كان مالك بيحب الخير، يعني أيام ما توفى سيده طلب من أبوه قال له نعمل يعني حصالة نجمع فيها للفقراء والمحتاجين، يعني كل واحد يدفع شيكل شيكل كل يوم الجمعة، يوم جمعة من إخواته، وأي واحد بيجي يعني فقير يطلب حاجة ما يردوش، يعني أي حاجة يعني ما قدر ربنا يعطيهم. عن بالنسبة لابن مالك فهو يعني خلص من المرحلة الابتدائية من مدرسة مصطفى حافظ، ثم المرحلة الإعدادية من مدرسة الحراني، ثم المرحلة الثانوية من مدرسة هارون الرشيد، ثم التحق بكلية الرباط كلية الشرطة وتخرج منها قبل حوالي أسبوعين، أي في 29/4. مالك كان يمتاز بالهدوء، يمتاز بالأخلاق العالية، يمتاز بحبه لمساعدة الفقراء والآخرين، يمتاز في أنه مضحي جدا حتى على نفسه على وقته، خلص بحب يساعد الآخرين، بحب يقدم الخير أينما وجد. بحب اللي هي التضحية، بحب قراءة القرآن، كانش ينام إلا لازم يقرأ الورد القرآني، أيضا صلاة القيام في الليل، ايضا كان مداوم على انه هو صوم الاثنين وخميس ثلاثة من كل شهر 13 و14 و15. ما كانش يرضى يصلي في البيت الا في المسجد حتى يلحق الصلاة، فكان يعني مطيع لوالديه، كان خدوم لاخوته، كان يعني زي يعني اللي بحنحن عليهم على اخوته، خاصة الاخوة الصغار. كان اخلاق عالية، ادب، حنون أخواته، كان متدين، يعني صلاة قيام قبل ما ينام، قراءة قرآن قبل أذان الفجر، يقوم يقرأ قرآن، صلاة الضحى ما يعني ما يتركها خالص. يعني سمعنا عن طريق النت زي يعني معظم أهالي الشهداء، ضلينا نترقب لما انتهت الحرب، من المستشفى ناصر انه والله هيك ابنك يعني شهيد والحمد لله رب العالمين. فطبعا رحنا والحمد لله يعني ربنا يعني يؤجرنا على مصيبتنا. يعني قالوا في يعني مجموعه فقدوا الاتصال فيها، قلت لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، يا رب تصبرنا. حافظوا على الصلاة، حافظوا على الدراسة، أيضا يعني فلسطين محتلة لازم تكونوا يعني أنتم زي ما تقول مجاهدين مرابطين، نفتخر بل نعتز أنه يكون أبنائنا شهداء، أبنائنا يقدموا يضحوا في سبيل الوطن وفي سبيل فلسطين.